بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي كتاب قلوب عامرة. ما زلنا في تصحيحنا لسورة الإنسان، نستأذن حضراتكم في استحضار المصاحف ونبدأ مع بعض على بركة الله تعالى. يلا يا شباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك. متكئين فيها لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. المجموعة اللي قالت الهمس أنا انبسطت منه في وذللت، ده حرف من حروف الهمس، لازم يجري شوية نفس مع الصوت عشان الصوت معايا يبان لضعف الاعتماد على مخرج الحرف، فأنا لازم أجري شوية نفس. عجبتني. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قطوفها تذليلا. قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. مش قد، قدروها قد، عينيكوا هنا، قد قد قدروها تقديرا. قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها عينا فيها تسمى سلسبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا.
تسمى سلسبيلا، تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم، ويطوف فعل مضارع، ويطوف يعني الأبرار المؤمنين في النعيم اللي هيكونوا فيه يوم القيامة، ولدان غلمان كده صغار خدم بيخدموا الأبرار، عاملين زي اللؤلؤ كده، كأنها اللؤلؤ المنتشر. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. لأنه الآية وإذا رأيت ثم رأيت يعني هناك في الجنة للأبرار نعيم وملك عظيم، وصفاتهم إيه كمان؟ ده من الشرب والكاسات اللي هيشربوا فيها، وصفها لنا بدقة، وحتى هيبقوا لابسين إيه؟ عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وحلوا مش وحلوا وحلوا وحلوا، هيبقوا هم مزينين بالأساور اللي من فضة، شوف الزينة في الملبس، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين.